مركز القبائل اللي في الروضة، تابعني لآخر الفيديو، عندي خصومات ليوم الخصومات 12 حبة 500 ملي وأيضا 6 حبات لتر ونص، والسعر الشد الوحدة بدرهمين ونص، وخذ الكمية اللي تبغاها حق الرجيم حق الدوام بدرهمين وخمسة وتسعين. تعال شوف شو عندي، كيلو تمر، تمر السعودي والسعر بثلاثة ونص وأيضا شامل الضريبة. طماط كيلو ونص بثمانية وخمسة وتسعين، الخيار المخلل وأيضا المخلل مشكل كل بثمانية وخمسة وتسعين وشامل الضريبة. تعال هني 15 حبة لبن والسعر كم؟ ب16.95. السنتوب 18 حبة ب16.95. تعال هني 3 حبات كل وحدة لتر عصاير ستار 11.95. وعندنا الفيمتو هذا الأزرق والأحمر كل 6 حبات 9.95 فلس. عندنا الحلويات بنواحة وأشكالها حق احتفالات حق الليلة، ما شاء الله القسم اللي ورا واللي ورا كله حلويات واللي تبغونه. ديدي يا أخي هاي بالهيل جميل جدا، هالايس كريم الهبه بعد من ضمن الهبه. مركز القبايل اللي في الروضه، ركز معي هلا على هذا الفيديو واللي بعده. شوف زجاج للعلم وزن، هاي تنباع على 30 و40 و50، الحين كم؟ شوفوا ما شاء الله، وشوف هذه زجاج، هذه ايضا شوف ايش كبرها، هذه ايضا كبيره صغيره، عندك هذه الانواع صغار وكبار، كل الكميه هذه شوف السعر بكم، بلاش 4 دراهم و95، للعلم في بعض الشغلات على 70 و80 درهم. هني عندنا حق الفرن ثنتين 17.95، هذه حق الفطاير والمعجنات وغير 20.95، هذه ب 9.95. 3 صياني شوفوا ايش حالاتهم، شوفوا ايش حالاتهم ما شاء الله 29.95. حق المكسرات والحلويات شوف ما شاء الله 6 خانات فيها وكم 29.95، هذه مفتوحه 20.95. شوف شو عندي، شوف الصياني شوف ايش حالاتهم ما شاء الله كل ثنتين 20.95. المفاجأة هني هذه، تخيلوا هذا أعلنت عنه في القبائل قبل، قبائل اللي في الجرف، الحين في الروض احنا، هذا ب80 درهم الطقم كامل حق الايس كريم حق كريم كراميل غير، الحين كم؟ ب29.95 في هالنوع وأيضا هذا النوع. شوف حالات الستند، شوف تحطون حلويات غير فطوركم كذا سفرة مرتبة 24.95، للعلم كان سعره 65 درهم قبل. شوف هذا شوف ايش حالاته 20.95. شوف هذا نفس الشيء، هذا ايضا 6 اماكن 29.95 فلس، وعندهم شغلات كثيره ما اقدر اعلن عن كل شيء. تعالوا شوفوا ايش عندهم مع الغطاء حق الفرن 21.95. تعال شوف الجمال، شوف الروعه هني 12 فنيان قهوه 11.95. شوف ايش حالاته حق رمضان، ها 6 فناين 6 صحون و6 كواب 34.95. يا رباع الفخامه، شوف 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 6 كواب 6 فناين وايضا 6 صحون ب 29.95، وفي منهن اكثر من شكل وموديل مثل هذا، شوف ايش حالاته شوف ايش حالاته 20.95. الفرسان الشهيره والمعروفه والفخمه ايضا، هذه موديلات جديده، طقم شاي مكتوب عليها شاي وقهوه، شاي وقهوه، شوف الالوان اللي موجوده، شوف الانواع ما شاء الله، كل حبتين مع بعض السعر اللي قبل للعلم كان 179، اليوم كم؟ 79.95، سعرهم اغلى من اللي معروض هني للعلم. المرجان لون اسود ملكي، شاي وقهوه، شاي وقهوه، هذه الالوان اللي موجوده كل حبتين 59.95 فلس بس. قهوه هذه الكبيره وهذه الصغيره، جميله جدا، الكبيره 39 والصغيره ب 20 درهم. هذا اللون شوف 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 شو عندنا هني ايضا، هذا وعندنا هذا هذا، كل شيء اي نوع اي موديل اي لون من هذا مثل هذه على 5.95 فلس. كم قيمتها قبل هذه؟ شوف شوفوا ما شاء الله، شوف 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 تحط فيها اللي تبغي، هذه قيمتها في 80-90، اليوم بكم؟ تعال اراويك السعر 39.95. جيك رمضان الصينيه والقلاصات صينيه غير موجوده وكل الانواع اللي تبغيها، العرض هني على الاكريليك، هاي صينيه عوده وهذه صينيه صغيره، الكبيره على 29 والصغيره على 24 درهم وشامل الضريبه. في الصينيه هذه، هذه للعلم كانت ب 21 درهم، الحين مسوين عليها تصفيه، الحين ب 10 دراهم. وشوف شو عندي، هذه حجم وهذه حجم، كان الوحده على كم؟ على 16، الحين ب 5 دراهم بس، الحقوا على الكميه، هاي الكميه اللي موجوده. شايه جميله جدا، كانت تنباع على 35 واليوم تخيل كم؟ مسوين عليها تصفيه وهذه الكميه اللي موجوده على 10 دراهم، الحق ما تلحق على الكميه. رمضان 4 قلاصات والصينيه والجيك مكتوب عليهم رمضان كريم، تخيل سعرهم كم؟
14.95 فلس. هذه تغطيها شيء حق السفر، ما تشيل مكان. قهوتك وياك اي مكان تسافر. وعندنا هذا النوع. شوفه ستانلس ستيل هاي. والسعر بلاش 14.95 فلس. قطعين خضروات وفواكه ولا شيء، هذا الجهاز بروح يقطع. وسعره بلاش 20.95. هذا حق البوب كورن. حق النفيش. هذا الغاز عينين وسعر 39.95. الفظيع والجميل هذا، هذا زجاج للعلم. نوعية راقية جدا. شوف السعر كم؟ 49.95 فلس. تقريبا مترين، شوف ايش طولها ما شاء الله. زين فيها أي مكان على 24.95، في منها عدة أشكال. جميل وشكل جميل، منشر غسيل، هذا من إنتاج القبائل للعلم بروحهم، والسعر 29.95. ما شاء الله. هذه تنشف الخضروات والفواكه. جميلة جدا وسعرها 20 درهم. ثقة ولا تصدق، هذه في مركز القبائل حق الشوربة. كانت 35، اليوم بكم عاد اليوم؟ اليوم بكم لغاية 3 أو 5.3 حق الشوربة، في منها عدة ألوان. 10 دراهم بس، 10 دراهم تخيل. هذا برع روح دوره، شرط انه مش أقل من 100 درهم. مش أقل من 100 ها؟ الكمية محدودة جدا في مركز القبائل التخفيضات. تعال شوف السعر كم. 24.95 فلس والكمية محدودة جدا. ضد القشرة برشوت للرجال، حبتين كريم ب6.95. الكومفورت 3 لتر 14.95. داوني 16.95. وعندنا هذا النوع أيضا 3 لتر ب6.95. وعندنا اللترين تخيل 3.5 دراهم. تعال شوف شو عندي. عندي لوكس غسيل أيدي درهمين و95. دوف أيضا درهمين و95. صابون أريل بلاش والله 4.95. وثلاث حبات غسيل أيدي 4.95. كل شيء رخيص هني. هذا سائل غسيل على درهم واحد لتر كامل، وهذه ملطف الجو 15.95. ثلاث حبات للزجاج تخيل السعر 5.95 فلس. يتوفر تعال مركز القبائل اللي في الروضة في عجمان لغاية 5.3. ثلاث حبات مطهر كل واحدة 500 ملي درهمين و95. كلوركس درهمين و95. ثلاث حبات غسيل أيدي كل واحدة 500 ملي 4.95. ديتول ثلاث حبات 15.95. فيري حبتين 6.95. لترين مع بعض غسيل الصحون بلاش 4.95 دراهم. والله انه بلاش. جف حبتين 7.95. وايضا ديتول كل وحده 900 ملي حبتين 15.95 فلس. كل انواع المنظفات اللي تبغيها موجوده هنا. تعال هني غسيل ايدي غسيل صحون 5 لتر وارخص سعر في السوق 4.95 دراهم فلس وشامل الضريبه. ذاك الايس كريم الهبه ها 300 ورقه 5 حبات كلينكس 7.95 يا بلاش. القصدير ومن فالكون للعلم، فالكون ترى براند ممتاز جدا، رقائق الالمنيوم، كل كرتونين 12.95 فلس. ايضا قصدير المنيوم هني 4 حبات ب10 دراهم بس. الفحم عندنا تعال تعال هني، هذه هني 4 حبات ب6.95 دراهم فلس. عندنا 3 كيلو فحم ب8.95 بس، ال5 كيلو 14.95 فلس. من التغليف بدون عرض ها، بعطيك على لما اقول لك القبائل الروضه كل شيء رخيص. شوف هني 200 كوب ورق، 200 كوب 9.95 دراهم، هذا الحجم الكبير. تعال عندي حجم شوي اصغر ايضا 200 كوب 8.95 دراهم، هذا بدون عرض، هذا كذي رخيص يعني. تشم الريحه خطير يا جماعه، بخور الماس رهيب جدا. تعال اشتري من هني وبيع برا. البوكس الواحد 9.95 دراهم فلس وشامل الضريبة. كل شيء رخيص معناتها مركز القبائل اللي في الروضة. هذه كبير 1.5 متر في 80 9.95. تبغي أرخص تعال شوي أصغر 7.95، شوي أصغر 5.95، شوي أصغر 4.95، 4.95 درهمين و95. وشوف هذول وشوف هذه على درهم و95 فلس، يعني أرخص من المصنع. تخيل درهم و95 يا بلاش. ماركة ماركة توبيز، هذه ليتات حق رمضان، كرتون كامل فيه 10 كور تعلقهم على السفرة فوق تحت أي مكان. هذا النوع 24.95 وعندنا هذا النوع 29.95. لعبة حق البنوتات الحلوات على 20.95. شوفوا هني جيتار وسعر كم؟ 20.95 فلس حق رمضان ها، هلال رمضان، وأيضا تحط فيه اللي تبغيه، كل شغلات رمضان، وايضا هدايا حق الليله دولارات. هذه نفس البوكسات عندنا هني، ايضا شغلات
حق الليلة، كل شيء موجود. شوف ما شاء الله، حق رمضان ليتات غير أشياء، فوانيس رمضان، وأيضا احتفال حق الليلة. هذه أغلبها فوانيس أنواع وأشكال. شوف هذه، تعال شوف شو عندي، شوف الأنواع عندك. هذه كل اللي تبغيه موجود. عندهم طبعا زوالي هني يبيعون لك إياها بالمتر، ورخيص، رخيص جدا جدا. لك يا رمضان هذا هلال ونجمة، هذا الحجم الكبير على 34.95، وهذا الصغير على 29.95 فلس. شورتات أنواع وأشكال وببلاش 4.95. هني البناطلين 9.95. المخاوير عاد مسوين عليها تصفية خطيرة، كل الأنواع. شوف الموديلات على 29.95 فلس، وعندنا الشالات أيضا على 4.95 فلس. جدا عن الدعاية، القبائل اللي في الروضة جدا رخيص، 4.95، 4.95، 9.95، 9.95، اللي هناك 15. هني شوف 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 شوف، جلابية مخمل جميلة وقطن، شوف النوع، 24.95، 19.95، 19.95، 19.95، 19.95. هذه الجلابية 9.95. شوف هني، شوف الأسعار، شوف الأسعار قدامك، 14 14 11، بناطلين 9.95، حق هدايا، حق صدقات، حق بروحكم استخدام شخصي، رخيص جدا. القبائل الروضة تين، ها قطعتين شورت وفانيلة 4.95، فستان 9.95، قطعتين 9.95، وخذ الكمية اللي تبغيها. سعر 9.95 9.95 9.95. تبغي رخيص من هني، اسحب هذا كله 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 لين هني على 4.95 فلس، وايضا شامل الضريبة، والله انه بلاش. لابس الرجالي رخيصة، شوف التيشيرتات شهادته، نوعية خامة ممتازة 9.95. الهوديات هذا وهذا 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 السعر 14.95 وشامل الضريبة. لك تصفية هني، تعال من 20 و30 و40 كانوا منزلينهم على 14.95، انسى هذا السعر، كل الكمية هذه لين الأخير، هذا الشلف كامل 9.95 فلس بس، يعني هذا السعر تكنسل.